نرحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة النهاردة، ويمكن في كلام عن أزمات يعني بتواجه اتحاد الكرة، يمكن في كلام عن الميركاتو الصيفي في الداخل وفي الخارج، والأسماء الكبيرة اللي بنسمعها بتنتقل وبترفض عروض بملايين يعني اليوروهات، حاجات كتيرة وملفات عديدة وكواليس أيضا هنناقشها مع ضيفنا العزيز الناقد الرياضي الأستاذ سامح سمير. يا صباح الهنا. صباح الهنا، اقول لك بونجورنو بقى المره دي بس بالايطالي بقى. منور الدنيا يا استاذ سامح. نورك ونورك يا استاذ كريم. خلينا نبتدي مع حضرتك بالتفصيل اللي كانت نهواد بتنكشك فيها في الفاصل قبل ما نطلع مع المشاهدين على الهواء. ملف شائك. ملف فعلا شائك واصبح هو حديث المدينه يعني الفتره الاخيره، فكره دوري المحترفين للقسم الثاني بالتفاصيل اللي تم الاعلان عنها. كيف رأيت هذا الأمر؟ وما الغرض منها أيضا يعني؟ وهل هتفيد ولا لا؟ أو يعني احنا حابين نفهم فعلا. لا، هو السؤال هل أنت وصلت هنا؟ هل أنت وصلت في مصر أنك أنت بتطبق نظام الاحتراف بالشكل اللي أنت بتحلم بيه؟ هل أنت وصلت بمستوى الأندية ومستوى اللاعبين ومستوى البطولات المحلية اللي أنت بتحلم بيه؟ وده السؤال. عشان أنت تركز أنك أنت تطبق دوري محترفين وتعمل خناقة كده ما بين أعضاء الجمعية العمومية الأندية كلها عشان خاطر الناس اللي للأسف الأندية اللي مش لاقية مش لاقي تاكل عيب طبعا، يعني نفسنا يكون في امكانيات مش لاقي تلعب. خلينا نزوق. فمش لاقيين، مش لاقي تلعب، مش لاقي انها تروح وتيجي وتسافر، والفريق اللي في القاهره يروح اسوان واللي في اسوان يروح الاسكندريه. طبعا ازمات فلوس يعني الصعيد مبدئيا هتعاني بشكل صعب جدا. صعب جدا يا جماعه، انتوا بتتكلموا في ناس بتاكل تفطر وتتغدى وتتعشى كوره، نفسهم ان هم يلاقوا نفسهم زي محمد صلاح. ده طبيعي، حق مشروع لاي لاعب. انت في النهايه النهارده بتلزمه ان هو يلعب دوري محترفين، علشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين ايه حكايه دوري محترفين، القصه رايحه فين. كل الحكايه ان هم عايزين يعملوا دوري محترفين بديل للدرجه الثانيه، ما يبقاش موجود. الانديه اعترضت لان معنى انك انت تكون موجود دوري من مجموعه واحده يعني في الانديه كلها، فطبيعي انك ذهاب وعوده، ذهاب وعوده. فهتلعب القاهره تلعب اسوان تسافر، اللي في اسوان هيلعب في اسكندريه هيسافر. طبعا فلوس وقصص وامكانيات غير متاحه لهذه الانديه اللي للاسف ضعيفه ماديا، ما عندهاش الامكانيات المتاحه. فانت رايح تلزمهم بدوري المحترفين. بالطبع كان في كارثه وهي الاعتراض على هذا الامر والتهديد بالتصعيد لفيفا. الفتره اللي فاتت كان اتحاد الكره متكتم شويه على الامور، سايب الموسم ينتهي بدون ازمات ومشكلات، وكان منتظر ان هو يعلن عن قراره النهائي. اللي طلع او اللي اتقال ان الانديه وافقت في البدايه، انتوا بالفعل وافقتوا، احنا قلنا لكم زعلانين ليه؟ طبعا الناس خرجت قالت لا، بس ما حصلش الموافقه. وما حدش طبعا، دي حاجه مش ملموسه تقدري يعني تشوفيها، ولكن اللي شفناه وعرفنا ان كان في فوره كبيره جدا ما بين الانديه، خلينا نقول بقى الشعبيه، ان معظمها فعلا بيبقى شعبي برضو هذه الانديه المحترمه. فطبعا رفضوا هذا الامر. اللي طلع دلوقتي في كده يعني سيناريو حلو كده بيتعمل فيه الكواليس، انك انت في النهايه توافق على دوري المحترفين. الانديه اللي وافقت، الانديه اللي رفضت تلعب هي في دوري الدرجه الثانيه، يعني عملها الف وب عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا فاهمين. يعني انت الدرجه الثانيه قسمته اثنين، عملته الف ده دوري المحترفين اللي هيبقى فيه 20 نادي هيتأهل منه فرقتين، كويس كده عشان الناس ما تتوهش مننا. الدرجه الثانيه موجود بس مسمى الممتاز ب، هيبقى الف وب. ب ده هيلعب فيه بقى ثلاث مجموعات زي ما احنا، الصعيد، مجموعه الصعيد، مجموعه بحري، مجموعه القاهره والقناه، هيطلع منهم فريق واحد. ربنا هينافس يعني بقى الممتاز الف خلاص. علشان لا مش هينافس، هيطلع فريق واحد بس اللي هيطلع واحد من ثلاث مجموعات على الدوري الممتاز مباشره، هيطلع فرقتين من دوري المحترفين على الدوري الممتاز مباشره، وهيهبط طبعا ثلاثه من الدوري الممتاز.